أخبار الكرة المحلية للكرة العالمية، في تقارير تركية كشفت عن خطط نادي جالاتا سراي عشان يحافظ على خدمات المصري مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار لنانت الفرنسي. نانت لغاية دلوقتي ما وصلش الاتفاق مع جالاتا سراي، ولو فشل نديم في الاتفاق هيرجع مصطفى على الفريق التركي في الموسم الجاي. نروح لدوري ابطال اوروبا، والنهارده خرجت تقارير صحفيه اسبانيه بتاكد ان اللجنه الابتدائيه لترخيص الاتحاد الاوروبي وافقت على مشاركه برشلونه في دوري ابطال اوروبا في الموسم اللي جاي. قرار اللجنه صدر رغم استمرار تحقيقات الاتحاد الاوروبي مع برشلونه بسبب قضيه رشوه نائب رئيس الحكام السابق نيجريرا، واللي بسببها كان ممكن يتعاقب النادي الاسباني بانه ما يشاركش في دوري الابطال في الموسم الجديد. تعالوا نشوف توقعات جماهير المنتدى لبطل دوري ابطال اوروبا في الموسم الحالي ونرجع نكمل باقي اخبارنا. هو الموسم ده انت عندك في ريال مدريد هو مرشح قوي بالنسبه للسنه اللي فاتت، برده في برده مانشستر سيتي برده مرشح قوي جدا. هو انت قدامك في السيمي فاينل اللي هيطلع فيهم الفاينل هو اللي هيكون البطل. ريال مدريد ان شاء الله، ما عشان هو خاطر فريق جامد وفريق حلو، برده خد 13 مره دوري ابطال. ان شاء الله مانشستر سيتي، يعني عشان السيتي معاه كتيبه ومعاه فريق دخل باكتساح السنه دي ومدير فني كبير زي جوارديولا. ريال مدريد، انا شايف الريال افضل فرقه في دوري الابطال. انا شايف ريال مدريد ان هي الموسم ده الصراحه فريق متكامل، اي نعم يعني ما جابش ناس جديده، بس هو في دوري الابطال ريال مدريد اظن الفرقه كلها بتخش تلعبه وهي مرعوبه. ريال مدريد باذن الله عشان انشيلوتي عنده فكر كويس، وكريم بنزيما عنده طموحات ان هو ياخد الدوري ال15 باذن الله، ولسه برضو دوري الابطال في الملعب، ومانشستر سيتي لسه عنده فرصه ان هو ممكن يعوض. مانشستر سيتي ان شاء الله، يعني فرقه قويه وكمان بقى لهم ولا مره خدوها، فاكيد هم هيمسكوا في البطوله دي، مش هيعملوا كل اللي عليهم عشان يكسبوا. خليني انا بصراحه ريال مدريد، عشان بصراحه فينيسيوس عامل حاجات جميله جدا بصراحه ما شاء الله عليه، يعني وبنزيما والكلام والناس دي كلها بصراحه عامله اللي عليها. من كرة القدم لكرة السلة، والنهارده فريق السيدات في الأهلي بيفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 74-72 في تاني ماتشات نهائي بطولة دوري السوبر. الأهلي كان فاز في الماتش الأول بنتيجة 90-56 ويحتاج لفوز كمان عشان يحقق لقب دوري السوبر لكرة السلة للسيدات. وبمناسبة الكلام عن نادي الجزيرة، فالنهاردة بدأت البطولة الدبلوماسية على ملاعب نادي الجزيرة في القاهرة، واللي هتكون خلال الفترة من 12-26 مايو. كاميرا المنتدى كانت موجودة في نادي الجزيرة النهاردة، تعالوا نشوف اللقاءات اللي اتعملت ونرجع نكمل باقي أخبار. البطولة الدبلوماسية فيها أولا السفارة الألمانية مشكورة هي اللي بتنظمها، وكتر خيرهم قايمين بكل المصاريف وكل الفعاليات، احنا بنساعدهم كتنسيق وكتقديم مساعدات داخلية من خلال التيم المحترم اللي معانا، وعاملين لهم ناس منسقين يعني عشان نساعدهم، وهم جايين معاهم دعوات ل 30 سفارة أجنبية من ضمنهم وزارة الخارجية المصرية، ويعني أسماء كبيرة قوي 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 في عالم السفارات، الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا واليابان والتشيك والهند اهو بيلعبوا، وهم كألمانيا لا يعني السفارات كلها يعني محترمة، وبيلعبوا فيها بالمناسبة كل مزدوج الجنسية اللي يعرفوهم كلاعيبة كرة في مصر. فدلوقتي مثلا كان الماتش اللي ألمانيا ضد الهند كان محمد بيه زيدان اللعيب الكبير الجميل بيلعب وهو صديق يعني، وافتكر جاب جوان كتير قوي لدرجة تكسبهم الماتش يعني. فكل السفارات بتقدم ناس برضو مزدوجي الجنسية هيلعبوا معاهم، وافتكر هتبقى دورة حلوة قوي قوي يعني. لا وهم برضو يعني دعوا الفنان محمد منير، طبعا ده الكينج بتاعنا كلنا، وده الواحد يعني تاريخ مصر كله حوالين الفنان الكبير محمد منير. احنا طبعا تشرفنا انه يكون معانا، انا بصفة خاصة يعني كان ليا الشرف ان انا عرفته دلوقتي واتصورت معاه، وراجل جميل ومحترم
واضافه كبيره جدا لمصر وانه لنادي الجزيره انه يشرفنا، يعني احنا فخورين بوجوده حوالينا. This is a good idea to organize a football tournament between various embassies. دي اجواء رائعه والتنظيم كان رائع جدا النهارده، وبيقول ان الفكره نفسها فكره جيده جدا لانها بتجمع يعني دبلوماسيين واعضاء السفارات الدبلوماسيه في مصر، بتخرجهم من المود بتاع الشغل والاستريس والضغط بتاع الاجتماعات لمود الترفيه اللي هو الرياضي طبعا، وده حاجه كويسه قوي. وبيقول ان احنا كفريق هندي عندنا يعني لعيبه كويسه وادينا اداء رائع النهارده، وان شاء الله باذن الله نتاهل يعني الادوار التاليه ان شاء الله من البطوله. طبعا بتشجع الرياضه وزي ما قلت انها كويسه، انها بتخلي الناس من اعضاء السفارات المختلفه ان هم يلتقوا مع بعض، وتاني حاجه يعني دي رياضه ودي احسن حاجه ان احنا يعني نخلي بعيد عن الشغل يبقى حاجه بنستثمر فيها وقتنا، يبقى الرياضه طبعا اكيد حاجه كويسه جدا. نرجع تاني كرة السلة، وبكرة هيكون في مواجهة قوية بين الأهلي والاتحاد السكندري في الدور النهائي لدوري السوبر للرجال في تالت ماتش بين الفريقين في السلسلة. الأهلي كان كسب الماتش الأول بنتيجة 69-62 قبل ما يرجع الاتحاد ويعادل النتيجة ويكسب الماتش اللي فات بنتيجة 80-62 عشان ماتش بكرة يكون فرصة للفريقين عشان يتقدم حد منهم في السلسلة. وبكده يكون خلصت أخبارنا النهاردة، ومستمرين بعد فاصل مع كابتن محمد بركات.